نبقى في تونس حيث أجواء مثيرة بألوان خضراء وشعارات متواصلة عبر الطائرة وفي قلب سوسة، كما ميز الطقوس التي تسبق مواجهة النسور الرجوية للنجم التونسي في الدرب المغاربي. نتابع أهمها رفقة الزميل محمد العدالي. عشاق النسر الأخضر واصلوا تحليقهم صوب الديار التونسية حاملين أمل تجاوز النجم الرياضي الساحلي في جو ممتع تسمع عبره أهازيج لتشجيع الرجاء. وبما أن لكل مباراة طقوسها الخاصة واستعدادات مهمة رياضية وطبية وكذلك غذائية، فقد كان للعناصر الخضراء طباخا ساهر على تأمين السعرات الحرارية اللازمة في أوقات منضبطة بجدول محدد. Nous sommes en train de respecter une demande qui a été faite à l'avance par le docteur. Et puis le docteur, il vient tous les jours avant le service, il vérifie ce qui a été présenté. Donc on respecte les normes demandées ou non. انما هي خاصه في الحقيقه بالنسبه للاعبين، ولكن كنحاولوا ما امكن ريسبكتيو لي زابيتود ديال الاليمونتير ديال اللاعبين. هنا ما يمكنش لك غادي تخرج 100% لي زابيتود الاليمونتير ديال اللاعب، لانه سينو كاين دي بيرتورباسيون ميتابوليك، كاين دي بيرتورباسيون ديجيستيف، ايغالمون دي بيرتورباسيون حتى من الناحيه البسيكولوجيه المال. أما الشارع التونسي فقد تعددت آراؤه وتزينت أنحاؤه بشعارات النجم الساحلي مرحبين بالجماهير المغربية. كل متخوفين من تقدم الرجاء ومن الجمهور، كل متخوف من تقدم الرجاء، علاش باش تبلوكي الديفونس؟ إن شاء الله إن شاء الله غدوة ماتش باهي، إن شاء الله نرجعوا فيه، إن شاء الله كيما انتم ربحتونا غادي إن شاء الله نرفعكم حتى احنا. نفس الأمر بالنسبة للجماهير الرجوية التي وصلت لقلب سوسة بأمان، فقد تفاءلت بنتيجة مباراتها المقبلة. كاين جمهور بكثافة وإن شاء الله كنتمناو الرباح وكاين الميور كي كان. طقوس خاصة ورغبة جامحة من جماهير الفريقين معا لضمان الفوز، والأكيد أننا سنستمتع بكل تأكيد بطبق مغاربي شيق.